مشاكل وعلى الجمود اللي كاين في المدينه، واحد العدد ديال المشاكل اللي كتعرفها المدينه. التدخل ديال السواجي كيبين غير واحد الطرف اللي هو الان هو اللي محل السكنه المحمديه، هو الشيء ديال الاسبان اللي مابقاش كيشرف. ولكن ما كاين تفرق ما بين كان في السنه الفريطه وهذه خمسه ديال السنوات واللي مشى التكمال، كان ربما زادت الحالات كرفسات، لان الحاويات الان كاين 300 في عوض 1700 ديال الحاويات، وكيتشارج كيقول بان هذاك الخصاص خاصني نجي للبلد يجيبو. اذا هذا مشكل كبير اللي يمكن كلشي غادي يلاحظوا على ان حتى حاجه ما كدار في المحمديه ومعقوله، لان حنا كلنا حنا ما بغيناش نكتبوا بريرات ولا شنو وقع ولا شكون يدخل ولا شكون يدار. اللي كاين هذا التدخل ديالكم مزيان، لان كيسلط الاضواء اليوم على مشكل انكم انتم طرف اساسي في هذا. ولكن تكلمتي على التجربه، كنتوا كلكم في المجالس السابقه. المجلس السابق واش كان حسن من هذا اليوم؟ فالثلاث سنوات ديالو اشنو خلى هذا المجلس اليوم؟ خلى تصميم التهيئه اللي خرب المحمديه. تصميم التهيئه اللي هو اليوم العقبه الاساسيه، شكون اللي داروا هذا المجلس؟ هاد المشاكل اللي كانت موقفه، قاع المخطط اللي موقفه 15 سنه، ذاك المركب الترفيهي اللي كانوا صوبوه الشراكين سي مزوالي وحاضر الاب الله يطول في عمره سي اشرقي ما حاضرين. يلا كي غادي تفتتح في عيد الشباب، مش نقولوا بان احنا كمواطنين وكسكان ديال المحمديه ما كيهمناش شكون غادي يدير شي حاجه. الله يجعل يجي اوباما يصوبها ماذا بينا فتصور، غير يدخلوا لوليدات المحمديه ويدخلوا قاع المخطط حرام. انا مشدود هذه 12 سنه، داك القنطره مشدوده هذه شحال من سنه، والان كتعرفوا علاش موقفه، لان الملف عند الشيفات الملكيه، لان سيدنا اللي غادي يتشنو. انا ماشي كندافع كنقول بان هذا المجلس، انا متفق معكم على ان المحمديه غاديه كتشتت، المحمديه مكرسه الان. ولكن راه المشكل ماشي اليوم، المشكل هذا ارث، كاين 16 مليار ديال الاحكام ضد المحمديه، وتكلم على 5 مليار سواجي اللي كتسال ديال تكمال بنيامات العطواني وخصها تخلص. كتعرفوا بان لي كونت ديال البلديه كانوا مشدودين من طرف المكتب الوطني للسكك الحديديه على شي حاجه كيتسالوها، وكانوا مشاو حجزوا على الحسابات ديال المجلس البلدي ديال المجلس ديال المحمديه. كتعرفوا بان الخزين البلدي كان حبس كل شيء، حبسوه لان كاين خلل من 2012، كاين مشكل ما تفكش، مشكل انفورماتيك ما لقاوش له الحل، وقيل الان ما لقاوش الحل، ولولا ان تربطات هذاك التوقف بمشاكل سياسيه على انه حابس المدينه ولا ما كتلقى حتى شي حاجه. اذا هذه الحاله واش اليوم كنعطي واحد الصوره وكنقول انا غير بغيت نقول لكم السي مزوالي اليوم شنو الحل؟ تخرجوا من المجلس؟ نوقفوا الحركه كامله؟ واش عندنا شي بديل؟ حنا ملي كنا هذه السنوات وكانوا الاخوان هم الاكثريه كانوا مناضلين، وكنا شفنا التهديد والكرفيس والضرب والمحاكمات، واحد العدد ديال الحوايج اللوبي اللي كان صحيح في المحمديه وقفوا ضد ولاد المحمديه. واليوم حتى هذا الحماس هذا اللي كاين وهاد النزوه اللي درتيهم راه بلا هاد الاخوان ديال الفيسبوك وهاد الاخوان ديال الصحافه، لان راه كان جهاز واحد كانت محمديه بريس في المحمديه. اليوم كنفتخروا كاينين مجموعه ديال الناس اخرين وكلشي كيساهم باش يمكن لنا كل واحد كيساهم بواحد الطرف باش المحمديه يمكن تقدم. شنو الحلول؟ نوقفوا؟ ما كاينش بديل. انا متفق معك على انه كاينه واحد الصراعات في العداله والتنميه اللي موقفه ديال المشاكل، ولكن ماشي هذا اللي غادي يوقفنا. اللي موقفنا راه هو الارث اللي جاي، راه ما يمكنش في واحد 7 شهور 8 شهور غادي يتقاد واحد الارث اللي عنده 12 سنه. الا خديت غير الولايتين الثانيه الاخرات بجوج هما اللي موقفين المحمديه، لان اي حاجه حطيتي على يدك اليوم. والمشكل اليوم ديال الشاطئ، فين هو الشاطئ ديال المحمديه؟ هو غادي انتم كمجلس يلاه لو ديروا شي حاجه سيدي وقفوا لنا هذاك الشيء اللي داك دايره فينا اللي بغات، سيتا دايره فينا اللي بغات، كلشي داير في المحمديه اللي بغا. كاينه واحد الفوضى، كاينه واحد السيبه على مستوى الامني، على مستوى التسيير، على مستوى التعليم، على مستوى الصحه. حرام انه تحط السكانير وحضرتي وليه كاملين شنتيو، انا اليوم ما خدامش. انا خويا كان غادي يموت كيقولوا لي كيتحل غير الاثنين حتى الجمعه وكيتحل من السعود. هذا سكانير موظف، أول مرة كنسمع أنا سكانير موظف في حياتي، كيخدم لي جوغ اوفغابل إلى زيرو اوفغابل. إذا شكرا لكم على هذا التدخل، ولكن الحالة راهي هذه.
نحتاج نعاود نعتذر عن مرحبا بالاخوات والاخوان، نشكرهم على الاستجابه للدعوه ديالهم.